لأبناء القبائل ومسافة هذا الشوط 5 كيلومتر مقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا الميدان. أبدأ مع الصدارة، أسير مع المركز الأول واللي متواجد في هذه اللحظات متواجد مياس للسيد محمد بن عبيد بضبيعة مسيطر على مقدمة الشوط، والمركز الثاني وصول شاهين للسيد يحيى بن صغير بن جنون متواجد على المركز الثاني ومسيطر في هذه اللحظات، والمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام وصول في هذه اللحظات النشمي للسيد سالم بن سلطان بن عجيل واصع على المركز الثالث، والمركز الرابع وصول شاهين للسيد محمد بن مسفر بالقوبع واصع على المركز الرابع، والمركز الخامس وصول هملول للسيد راشد بن عامر بن دعفوس متواجد على المركز الخامس، والمركز السادس يا سلام بهذا الشعار الجميل واللون الأجمل بعلم الإمارات يا سلام، صدام للسيد سالم بن خلفان الحافري متواجد على المركز السادس ويقدم صدام في هذا الأداء، والمركز السابع مشاهدينا متابعينا متواجد الصغان للسيد ثاني بن صغير بن جنون متواجد على المركز الثامن، والمركز التاسع أتأخر في هذه اللحظات وأرصد المراكز المتبقية بهذا الشوط الجميل والمثير بهذه الأسماء اللامعة والمميزة بهذا الأداء، والمركز التاسع وصول في هذه اللحظات وصول مياس للسيد علي بن ماجد بن بليش واصل على المركز التاسع، والمركز العاشر ختام هذه الجولة وصول مياس سيد محمد بن عتيق بن خفية واصل على المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى والعشرة متقدمة بهذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، والعود أحمد دائما بكل شيء، نعود إلى مقدمة الشوط وإلى القيادة وإلى السيطرة. يا لها من سيطرة بهذا الاسم الجميل وبالشعار المتميز، شعار بضبيعة مسيطر مياس، والمملوك للسيد محمد بن عبيد بضبيعة متواجد على المركز الأول مع مياس، وانتقل مباشرة إلى المركز الثاني وصول شاهين للسيد محمد بن مسفر بالقوبع واصل على هذا المركز ومع هذا الشعار الجميل، وانتقل مباشرة إلى المركز الثالث وصول هملول للسيد راشد بن عامر بن دعفوس واصل على المركز الثالث، ويقدم ويقدم هملول بهذا الأداء الجميل، والمركز الرابع وصول في هذه اللحظات صدام يا سلام يا بين متابعة مشاهدينا متابعين الكرام للسيد سالم بن خلفان الحافري واصل على المركز الرابع ويقدم صدام بهذا الأداء، والمركز الخامس من الزاوية الحرجة من هذيك الزاوية زاوية اليمين وصول الرصاد وصول في هذه اللحظات النشمي للسيد سالم بن سلطان بن عجيل واصل على المركز الخامس، والمركز السادس مشاهدينا متابعينا وصول شاهين للسيد يحيى بن صخير بن قنون واصل على المركز السادس، والمركز السابع اشوف اللي واصل ومندفع بهذه اللحظات نحو المراكز الاولى وصول مياس للسيد علي بن مايد بن بليش واصل مع مياس في المركز السابع ومندفع بهذه اللحظات نحو المراكز الاولى، والمركز الثامن وصول رصاد للسيد سالم بن محمد بضبيعة واصل على المركز الثامن، والمركز التاسع في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام لمجريات هذا الشوط وهذا التحدي الجميل بين هذه الأسماء المميزة والقوية بهذا الشوط. المركز التاسع وصول هملول جراج بن عامر بن دعفوس، والمركز العاشر وصول شاهين للسيد رايد بن سعيد بن علي بن سرور، يا سلام وصل هذا الشعار في المركز العاشر ومتقدم نحو المراكز الأولى. هذا النداء والنتيجة المراكز الأولى والعشرة
المتقدمة في هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى القيادة. لا زال مياس مسيطر لسيد محمد بن عبيد بضبيعه، والمركز الثاني يا سلام يا سلام يا سلام. شوف شاهين واصل، شاهين يا سلام واصل لسيد سلطان بن علي بن سلطان، ويسيطر على المقدمة وعلى القيادة. أشوف التغيير والاندفاع الذي حصل في هذه اللحظات، والمركز الثاني من الجانب الآخر. وصول في هذه اللحظات رصاد للسيد سالم بن محمد بضبيعة، واصل على المركز الثاني والمركز الثالث. وصول مياس السيد محمد بن عتيق بن خفية، والمركز الرابع. الله الله الله، وصل شاهين، الشاهين وصل لسيد رايد بن سعيد بن علي بن سرور. يا سلام وصل ومندفع في هذه اللحظات نحو المراكز الأولى والمركز الخامس. وصول هملول للسيد محمد الخاطر بن هاشل الشامسي. هذا النداء الأول لهذا الشعار بهذا الشوط. أعود إلى المقدمة، أعود والعود أحمد. مشاهدينا أعود إلى شاهين اللي مسيطر على القيادة، للسيد سلطان بن علي بن سلطان بن عناوي مسيطر على مقدمة الشوط وعلى القيادة. يا سلام يا سلام على هذا الرقص الجميل والأداء المميز الذي قدمه شاهين والملوك السيد سلطان بن علي بن سلطان. يا سلام سلطان بن علي بن سلطان بن هناوي يقدم شاهين بهذا الأداء الجميل المميز. والمركز الثاني مياس السيد محمد بن عتيق بن خفية. أعود المركز الأول، أعود للصدارة 200 متر 200 متر يا سلطان عن خط النهاية وعن الناموس وعن السلامات. مسيطر يا سلام الله على شاهين، شاهين واسرع من الشواهين على أداء الجميل على هذا الرقص المميز الذي قدمه بهذا الشعار المميز. سلام سلام للسيد سلطان بن علي بن سلطان بن هناوي على فوز شاهين في المركز الاول وانتزاع الشوط. والمركز الثاني هملول للسيد حمد الخاطر بن هاشم الشامسي، والمركز الثالث اترك بقيه المراكز لدى اعضاء اللجنه.